تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء أذكركم بأرقام التواصل، ونستقبل آراءكم وملاحظاتكم وأيضا اقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا نذكر مستمعين الأعزاء من الاستفادة من الخدمات الذكية بهيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن وخدمة دوائي وأيضا خدمة الواتساب، ويمكنكم مستمعين الأعزاء الاستفادة من الخدمات وذلك بالتواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 803-42. وقبل لا ناخذ مستمعين الأعزاء فقرة التوعية مع أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، بناخذ هذا الخبر عن أربع طرق بسيطة تخلص من انسداد الأنف. يعاني معظمنا من انسداد الأنف في حالات معينة لدى المرض أو الزكام، ويمكن أن تمر الحالة بسلام من تلقاء نفسها، ولكن في بعض الأوقات هناك بعض العمليات التي تسرع هذه العمليات هذه العمليات على موقع الإكسبرس، ما الذي يتسبب انسداد أو يسبب انسداد الأنف. هناك طبعا مستمعين الأعزاء بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى انسداد الأنف، وعادة يحدث ذلك بسبب التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية نتيجة البرد أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية. 1- الحفاظ على الرطوبة. 2- أخذ حمام ساخن. الترطيب هو في النهاية مزيلات الاحتقان في حالة إذا كانت هناك بعض الاحتقانات أو أسباب الحساسية التي قد ترغب في تجربة تناول مضادات الهستامين أو أدوية الحساسية. أما الآن مستمعين الأعزاء مع فقرة التوعية والأستاذة عايشة الرميثي وموضوع الزنك والمناعة. أستاذة عايشة صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور. الله يحييك أستاذة عايشة، نحب نسمع منك أكثر عن موضوع الزنك والمناعة. إن شاء الله. طبعا الموضوع اليوم، لأن الشغل حاليا اللي هو كيف نقوي جهاز المناعة في ظل الظروف اللي موجودة حاليا. طبعا المعروف أن جهاز المناعة هو الجهاز اللي يعني يحمينا من الأمراض بشكل عام. فبنتكلم اليوم عن الزنك وشو دوره في الجسم أولا ودوره في جهاز المناعة بشكل عام. بالنسبة للزنك، طبعا الزنك يساعد على أو يحافظ على كفاءة جهاز المناعة واللي هو الأهم، ويساعد في التئام الجروح، ينشط حاسة الشم والتذوق والبصر، ويساعد في بناء العظام والأسنان. طيب إذا جينا نتكلم عن تأثيرات الزنك على الجهاز المناعي، الزنك هو مهم للتطور الطبيعي لوظائف خلايا المناعة، وأيضا يعمل الزنك كمضاد للأكسدة، فهذا جدا مفيد في وقتنا الحالي. إذا جينا تكلمنا أول شيء من وين نقدر نحصل على الزنك؟ الزنك ممكن نحصل عليه من نظامنا الغذائي أو من المكملات اللي ممكن يصفها الدكتور. نعم. بالنسبة للزنك طبعا هو أوردي موجود في أجسامنا، لكن نحن نحتاج أن نحن ناخذه بشكل يومي، بس بجزء بسيط طبعا من الأكل أنا اللي أقصده.
بالنسبة لي الأفضل أفضل مصادر للزنك اللي هي تعتبر اللحوم والمأكولات البحرية. نعم. فبشكل عام بالنسبة للناس النباتيين ممكن تكون عندهم مشكلة في تناول اللحوم، فهناك بعض الأطعمة مثل بذور اليقطين، مثل السبانخ، مثل اللي هو الفطر والجوز والفول السوداني، هاي كلها تعتبر من الأشياء اللي تكون عالية بالزنك ويقدرون هم يتناولونها. أما بالنسبة للناس اللي عادي عندهم يأخذون المنتجات الحيوانية، فعندنا اللحوم، عندنا البيض، عندنا مثلا المأكولات البحرية مثل المحار، مثل السلطعون، مثل سرطان البحر وما إلى ذلك. نعم. فدائما ننصح الناس أنهم يأخذون كميتهم الكافية من الزنك، سواء من المصادر الغذائية اللي هي تكون عالية بالزنك، مع أن كيف نقوي جهاز المناعة، مع ممارسة الرياضة، مع النوم المنتظم، هذا أيضا يساعد على تقوية جهاز المناعة. نعم، ومثل ما تعرفين أستاذ عاشب بأن الفترة الحالية نحن دائما ننصح بأن يعني الشخص يكون محافظ بشكل دائما في الوجبات الغذائية، أيضا التوازن مثل ما ذكرتوا أنتم في الحلقات السابقة بأن التوازن في التغذية ضرورية جدا، يعني في فترة الفطور أو الغداء أو العشاء، بحيث أن يعني الجسم يستفيد من جميع العناصر الغذائية، وأيضا حتى يتم يعني تقوية الجسم أو الصحة العامة، وأيضا تقوية المناعة. صحيح. نعم. فبشكل عام نحن نقولهم يحرصون دائما على تناول كميات كافية من الماء، هذا أول شيء. ثاني شيء يتناولون بالنسبة لنظامهم الغذائي، المفروض نظامهم الغذائي يكون متكامل، بمعنى أن لازم كل المجموعات الغذائية تكون في هذا النظام، يعني أنا ما أعتمد على شيء معين، لازم يكون هناك نوع من الفواكه والخضروات موجود في النظام الغذائي، لازم يكون نوع من البروتين موجود، أيضا نوع من النشويات، بالإضافة إلى المكسرات اللي هي تكون ممكن تكون بين الوجبات، مع الحركة. الحركة أيضا تقوي المناعة وتساعد أنه يعني مثل ما نقول تقصر مدة نزلات البرد، أو طبعا الظروف اللي احنا نعيشها حاليا. نعم، شكرا أستاذة عائشة الرميتي، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، وشكرا على أيضا المعلومات المهمة، شكرا جزيلا. العفو. مستمعينا الأعزاء، مثل ما تفضلت الأستاذة عائشة الرميتي بأن يعني وجود نسبة الزنك في الأجسام مهمة جدا، وأيضا مهمة لتقوية المناعة وتقوية الجهاز المناعي. بناخذ معكم مستمعينا الأعزاء فاصل، وبعد الفاصل معنا الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معها عن مركز دبي للتبرع بالدم، وأيضا الفعاليات التي يقوم بها المركز بخصوص موضوع التبرعات بالدم. خليكم ويانا مستمعينا الأعزاء فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعينا الأعزاء بالتواصل معنا، وأيضا استقبال آرائكم وملاحظاتكم واتصالاتكم على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا نذكركم مستمعينا الأعزاء بالاستفادة من الخدمات المتميزة التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا خدمة دوائي وخدمة الواتساب على الأرقام 803-42، وأيضا مبادرة التبرع بالدم تحت عنوان قطرة دم تنقذ حياة إنسان. بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 803-42. ومستمعين الأعزاء، تبقى عملية التبرع بالدم واحدة من القيم السامية التي تظهر الحقيقة من دون شك مدى ارتقاء الإنسان بعطائه وبذله وتضحياته من أجل الآخرين.
وتظل هذه القيمة هي إحدى القيم التي تعكس الحقيقة عمق الإنسانية في نفوسنا. فما أغلى الدم بالنسبة لنا ولحياتنا، وما أغلى هذا العطاء الذي لا يقدر بثمن، ولا سيما إذا علمنا أن الجزء البسيط من دمائنا يمكن أن تنقذ حياة الآخرين، ويسهم طبعا في شفاء ناس يستقرون إلى دماء تبعث في روحهم الأمل والحياة. حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء ودور مركز دبي للتبرع بالدم وإمكانياته وإنجازاته، يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي. دكتورة مي، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والصحة والسلام أستاذ عبد الله وكل المستمعين، أهلا بكم. الله يحييك دكتورة مي. طبعا يعني الحقيقة نشكركم ونشكر جهودكم الكبيرة بموضوع الحملات التوعوية التي تقومون بها بسبب التبرع بالدم، وهو المعروف يعني موضوع التبرع بالدم من المواضيع أيضا المهمة. دكتورة، عدد الحملات أو وحدات الدم التي تم جمعها في مركز دبي للتبرع بالدم منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم؟ طبعا مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز الوحيد للتبرع داخل إمارة دبي، وتقريبا كل شهر المركز يسحب بين 4000 إلى 5000 وحدة دم. طبعا في خلال الأشهر منذ بدء جائحة كوفيد صار انخفاض قليل، لأنه صار انخفاض أيضا في عدد العمليات بسبب توقف العمليات الغير طارئة في المستشفيات، لكن احنا كل شهر حسب احصائياتنا لا يقل التبرع بالدم عن 4000 وحدة دم. طبعا احب اذكر انه من نذكر 4000 وحدة دم معناها عدد المتبرعين الذين اقبلوا للتبرع بالدم هو اكثر من ذلك، لان يتم استبعاد حسب احصائياتنا بين 15 الى 20% من المقبلين على التبرع بالدم بسبب انه حالتهم الصحيه لا تسمح للتبرع بالدم. فالحمد لله في اقبال جدا كبير وفي دعم كبير من المتطوعين والمتبرعين بالدم اللي بسبب جهودهم ودعمهم وحبهم للعطاء والخير استطاع المركز من الاستمراريه في العمل وقت الجائحه، وفي وقت كان جميع بنوك الدم في مختلف دول العالم تعاني من نقص الدم، لكن الحمد لله بدعم المتبرعين ومساهمتهم واستمراريتهم بالتبرع استطعنا ونستطيع يوميا انه نتم العمل المطلوب من عندنا، واللي هو توفير وحدات الدم لجميع المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة. نعم طبعا مستمعينا الأعزاء، يعني مركز دبي للتبرع بالدم مثل ما تفضلت الدكتورة بي من المراكز التخصصية والمراكز الحقيقة يعني الذكية، ويستخدم فيها كثير من الخدمات الذكية. دكتورة مي، لو تحدثينا عن الخدمات بشكل عام في مركز دبي للتبرع بالدم والخدمات الذكية أيضا الذي يعني يتم تطبيقه في المركز. نعم، مركز دبي للتبرع بالدم منذ عام 2018 أطلق خدمات الذكية، والحمد لله يعني لحد الآن هذه الخدمة خدمة متميزة في الشرق الأوسط، وهي خدمة دمي، وهو تطبيق ذكي يستطيع الشخص تحميله على الهواتف الذكية الأبل والأندرويد، ويسهل من عملية التبرع بالدم، ويكون في التواصل جدا سهل للمتبرع، يستطيع أن يقرأ معلومات عن التبرع بالدم مثل فوائد التبرع بالدم، شروط التبرع بالدم، وين يذهب هذا الدم بعد التبرع، شو الفحوصات اللي تنعمل، وفوائد التبرع طبعا على المتبرع. خدمة دمي هي طبعا اسمها دمي بالعربي وكذلك باللغة الإنجليزية نفس الاسم، موجودة ضمن تطبيقات الذكية التابعة لهيئة الصحة في دبي. وأحب أذكر اليوم معلومة بالنسبة لتطبيق دمي الذكي،
من خلاله يستطيع المتبرع تعبئة الاستبيان، يعني يبدي بإجراءات التبرع بالدم وهو جالس في بيته. يستطيع أنه يقرأ المعلومات قبل التبرع والأدوية اللي يمكن يأخذها والأدوية اللي لا تسمح بالتبرع بالدم في حالة أنه المتبرع يأخذ هذه الأدوية، ويعبي الاستبيان اللي هو استبيان بمجموعة أسئلة تخص التاريخ الحاضر والسابق للمتبرع حتى نتأكد من أنه التبرع ما يضر التبرع بالدم، لا يضر المتبرع بالدم. وبعد أن يكمل الاستبيان النظام يعطي QR code اللي فور ما يجي إلى المركز يتم قراءته ويذهب إلى الفحص الطبي، ويتجاوز تقريبا 20 دقيقة من الوقت اللي يمضي لو كان مثلا لا يستخدم هذا التطبيق. فهو تطبيق ذكي سلس، المتبرعين كثير يحبوه حتى يقلل من وقت الخدمة ويسهل عملية التبرع بالدم. بالإضافة طبعا إذا نتكلم عن الخدمات الذكية، المركز منذ عام بداية يعني منذ الـ عام 2018 الربع الثالث من العام أصبح مركز بدون أوراق، فلا يوجد استبيان يوقع عليه المتبرع أو قلم يمسكه المتبرع. فالمركز بالنسبة للتبرع بالدم هو مركز بلا أوراق، حيث يتم استخدام الألواح الذكية يقرأ المتبرع، يعني إذا ما استخدم دمي كتطبيق وإجا إلى المركز للتبرع بالدم فهناك ألواح ذكية يستخدمها يقرأ بها معلومات عن التبرع بالدم، والمعلومات مدعمة بالصور حتى يقدر يستوعبها ويفهمها قبل التبرع، ثم يعبي الاستبيان إلكترونيا ويذهب إلى التبرع بالدم. وبعد ما يخلص التبرع بالدم خلال 24 ساعة يستلم رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل بالنظام تشكره في مساهمته بالمساهمة في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين. فالحمد لله مركز دبي هو أحد المراكز الوحيدة بهذه الخدمة داخل الدولة، ويتم حالياً تطوير التطبيق بدعم من إدارة تقنية المعلومات حتى يقدر المتبرع يتابع كل تبرعاته السابقة ويحدث البروفايل إلا مثل إذا تغير رقم هاتفه أو تغير أي من معلومات الشخصية، يقدر يدخل على النظام ويقدر حتى يحجز المواعيد. فإحنا ماشيين بهذه الإجراءات، عندنا خطة لتطوير تطبيق دمي إن شاء الله. نعم. ايضا دكتوره مي، يعني مركز دبي للتبرع بالدم والحملات التبرع، الحملات اللي تسوونها بشكل مستمر طبعا لا تختصر فقط على زمن معين، ولكن المركز بشكل مستمر هناك حملات للتبرع بالدم اللي ينظمها المركز. لو تحكينا دكتوره عن اهميه الحملات هاي، نحن ذكرنا في البدايه بان موضوع التبرع بالدم هو موضوع يعني مهم، ويعني هناك بعض الناس الحقيقة يعني يحتاجون يعني ومعتمدين على التبرع بالدم، فكون التبرع بالدم موضوع حيوي، وأيضا هناك عندكم أنتو دكتورة حملات بشكل مستمر، لو نتكلم عن أهمية الحملات هاي. نعم طبعا بالنسبة لسحب الدم المركز يسحب 50% من وحدات الدم على مستوى الدولة، فعدد وحدات الدم المسحوبة حسب إحصائياتنا لعام 2019 كان المركز استقبل حوالي 64 ألف متبرع. فحتى نقدر نسحب هذا العدد من الوحدات طبعا، وهذا حتى نغطي حاجة المستشفيات، فإحنا عندنا حافلات للتبرع بالدم، وهي حافلات مجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية وأجهزة طبية بضمان سلامة وراحة المتبرع أثناء التبرع. وهذه الحافلات حقيقة هي الأساسية جدا في عملنا، لأنه تقريبا 80% من وحدات الدم اللي نتكلم عنها نسحبها سنويا هي تسحب عن طريق حافلات التبرع بالدم وحملات التبرع بالدم. فإحنا 80% من الدم نسحبها عن طريق الحملات. عندنا نوعين من الحملات، حملات تجرى عن طريق حافلات التبرع بالدم وهي الباصات المتنقلة اللي تجوب
جميع أرجاء الإمارة وتذهب إلى الشركات الخاصة، المدارس، الجامعات، الوزارات. فإحنا عندنا جدول منظم ويتم حجز المواعيد والأوقات، ونذهب بالوقت المناسب إلى الجهة المنظمة. يعني في كثير مثلا مواقع عمل تطلبنا حتى في المغرب، أو مثلا تكون متأخرة مساء إلى الليل، فإحنا نذهب للمتبرعين ونسحب الدم بالأوقات اللي تكون ملائمة لهم. وفي حملات نعملها داخل البنايات، مثلا إذا يكون في مكان ويريدون قاعة كبيرة ويوفرون بأسرة المتحركة وأجهزتنا والطاقم الطبي المدرب، يذهب إلى هذا المكان لسحب الدم. عادة كل حملة نسحب بها بين 60 إلى 70 إذا كان عن طريق الباص متبرع، وممكن عن طريق الحملات الداخلية حسب التنظيم ممكن نسحب بين 200 إلى 250 وحدة دم أثناء تقريبا بين 7 إلى 8 ساعات. فحمد لله المركز حسب إحصائيات عام 2019 قمنا بتنظيم 800 حملة للتبرع بالدم، وهذه هي الوافد الرئيسي لوحدات الدم اللي نقدر المركز يوفرها للمرضى المحتاجين. والحمد لله في إقبال، ودائما الجدول يكون ممتلئ الحمد لله والشكر، ونلبي احتياجات الجهة اللي تنظم الحملة بالنسبة للوقت بالنسبة للمكان. في طبعا جهات تحب مثلا نخصص وقت للحريم والوقت مثلا آخر للرجال، فإحنا نلبي كل احتياجاتهم، لأنه حقيقة قد ما نشكر المتبرعين بالدم قليل بحقهم، فهم يتواجهون للمركز أو يتواجهون للحملة للتبرع بالدم، ودائما إحنا نقول يتبرعون الناس ما يعرفوهم وعلى الأكثر ما يقابلوهم طول حياتهم بغض النظر عن جنسيتهم أو لونهم أو ديانتهم، فهو أحد الأعمال الإنسانية النبيلة. فكل ما نملك من طاقة لإسعادهم وتسهيل الأمر عليهم فإحنا طبعا مستعدين. وطبعا أخوي عبد الله إحنا ذكرنا سابقا إنه هيئة الصحة بدبي بانتظار حافلة جديدة للتبرع بالدم إن شاء الله، بالتنسيق مع دبي القابضة. كان المتوقع أنه نستلمها في شهر 6 بهذا العام، لكنه بسبب التأخيرات اللي صارت بسبب جائحة كوفيد، فإن شاء الله تكون في تأخير بسيط في استلام الحافلة. وطبعا هذا يدعم أسطول الحافلات اللي يمتلك المركز إن شاء الله، ونقدر نقوم بحملات أكثر بإذن الله. نعم دكتورة مي، أيضا يعني اللي يميز مركز دبي للتبرع بالدم هو مركز حيوي أيضا، يعني ليس فقط على يعني مستوى إمارة دبي، أيضا على مستوى دولة الإمارات. ولو تحكينا دكتورة عن نسبة العينات الدم اللي تم توزيعها من مركز دبي للتبرع بالدم إلى المراكز الأخرى أو المستشفيات الخاصة في الدولة. طبعا احنا لانه مثل ما تكلمنا انه المركز يستقبل عدد كبير من المتبرعين، يعني مثلا 65 ألف متبرع سنويا، وكل معلوماتهم اللي تخص طبعا اصناف الدم والاصناف العامه والاصناف الدقيقه كلها تدخل في النظام الالكتروني وقاعده البيانات. فبالتالي لما يسحب المركز هذا العدد الهائل سنويا فعندنا بيانات واسعة وكبيرة. دائما الناس بصورة عامة تعرف أصناف الدم إنه الأي موجب والبي موجب والأو والأي بي الموجب والسالب، لكن هذه أصناف دم عامة. لكن في أصناف أخرى اللي هي الأصناف اللي تحت هذا التصنيف، تصنيف دقيق خلينا نسميه، وهذا طبعا اللي يكون مرات نادر أو قليل الوجود. فبسبب ضخامة قاعدة البيانات، وبسبب طبعا الحمد لله وجود نظام إلكتروني حديث يساعدنا هذا على الكشف عن طبعا الفحوصات المخبرية اللي نعملها، ف
فإحنا روتينيا نعمل فحوصات للكشف عن أصناف الدم العامة والأصناف الدقيقة، فهذا يمكننا من الحصول على بيانات لأصناف دم نادرة. فحمد لله عن هذا الطريق نستطيع تلبية حاجة المستشفيات. طبعا إحنا بنوق الدم داخل الدولة الحمد لله نعمل مع بعض في تنسيق كبير، فلو يكون في حاجة وحالة خطرة أو دم نادر في إحدى بنوك الدم حتى خارج هيئة الصحة في دبي، فإحنا نسارع بالمساعدة لإنقاذ حياة المريض. وحمد لله حسب إحصائياتنا تم توفير تقريبا 33 وحدة دم قليلة الوجود أو نادرة خلال عام 2019 لمستشفيات في أبوظبي وكذلك مستشفيات خاصة في هيئة الصحة. وهذه طبعا لما نتكلم ونقول أنه أصناف قليلة الوجود معناها يمكن بالألف أو 2000 شخص ما يكون موجود، لكن بسبب كثرة عدد المتبرعين ومن 150 جنسية، طبعا احنا دائما نذكر هذا ونفتخر أنه 150 جنسية تتبرع بالدم في مركز دبي، وهذا يوفر الاختلاف في وحدات الدم وأصناف الدم، فتمكننا من الحصول على أصناف دم قليلة الوجود أو نادرة. فحمد لله احنا دائما نساعد المستشفيات في حالة وجود حالة قليلة التواجد بالنسبة لأصناف الدم، بالإضافة طبعا احنا بغض النظر حتى الأصناف العامة في حالة وجود أي نقص في أي من بنوك الدم احنا نساعد ونوفر وحدات الدم لكل بنوك الدم داخل الدولة. وأحب طبعا اليوم أيضا أذكر أنه بعض المتبرعين بالدم، واحد منهم يعني السنة في عام 2019 كان تبرع لمريضة صنف دمها نادر جدا، وورا فترة قصيرة يعني ما مر شهرين اللي هو الفترة الزمنية المقبولة بين التبرع والآخر، كان شهرين إلا أسبوع واحتاجينا أنه يتبرع، فنادينا المتبرع اتصلنا به واجرينا الفحوصات الطبية وشفنا انه الهيموغلوبين وحالته الصحية تسمع، وجزا الله خير تبرع للمريضة مرة ثانية رغم انه ما كانت الفترة لتبرع القادم قريبة يعني. نعم، فهذا طبعا يعكس حب الخير والعمل الانساني النبيل للمتبرعين، فهم حقيقة يعني اللي يعيش في بنك الدم ويشوف المتبرعين اللي يجون للتبرع بالدم وما في عندهم مريض يعني خاص زي يتبرعوا له، ينظر إلى يعني كرمهم ونبل أخلاقهم في هذا العمل الإنساني، يعني الله يجازيهم خير. نعم، دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة كل الشكر والتقدير، شكرا لخدماتكم الحقيقة الجيدة وخدماتكم المميزة في مركز دبي للتبرع بالدم، كل الشكر والتقدير. الله يحفظكم. مستمعين الأعزاء بناخذ فاصل معاكم، وبعد الفاصل معانا المهندس علي المنصوري مدير إدارة الهندسة والمعدات الطبية بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معه عن مركز الأمراض المعدية الجديد بهيئة الصحة بدبي. خلكم معانا مستمعين الأعزاء، وهذا بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أيضا إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم معنا، ونرحب أيضا باقتراحاتكم وملاحظاتكم، واقتراحاتكم على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، اعتمدت هيئة الصحة بدبي مؤخرا الجناح الطبي المستحدث ليكون مركزا طبيا متقدما للأمراض المعدية، وذلك في ضوء مستوى التجهيزات الفائق الذي تم تأسيس المركز عليه، واستنادا لتكامل وحداتها الطبية الوقائية والتشخيصية وأيضا العلاجية، فضلا عن نوعية الخدمات عالية الجودة المتوفرة، جاءت فكرة هذا المركز المتخصص
فيما استغرق إنجاز المشروع مدة شهرين، وهو زمن وجيز بالنسبة لحجز المركز، لحجم المركز وإمكانياته ومستوى تجهيزاته. وأيضا حرصت مستمعين الأعزاء هيئة الصحة بدبي على توافق مركز الأمراض المعدية مع معايير استدامة المنشآت الطبية العالمية، إلى جانب توافقه مع أيضا مع اشتراطات وبروتوكولات السلامة المأمونية المعمول بها في مثل هذه المراكز التخصصية. مستمعين الأعزاء، حول هذا الموضوع الحيوي يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم المهندس علي المنصوري، مدير إدارة الهندسة والمعدات الطبية بهيئة الصحة بدبي. مهندس علي، صبحك الله بخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور والعافية حلين أخ عبد الله. الله يحييك مهندس علي. نحن الحقيقة يعني نبارك لكم ونبارك لهيئة الصحة بدبي هذا المشروع الحيوي، وأيضا المركز يعني اللي تم إنشاءه في يعني وقت الحقيقة يعني يعني سريع وفي ظروف يعني ظروف صعبة في الحقيقة في الوقت الحالي. مهندس علي، لو تحدثنا عن فكرة المركز أو مركز الأمراض المعدية ومساحته الذي تم أو الذي أسسته هيئة الصحة بدبي مؤخرا وما يتضمنه من خدمات وغرف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أشكركم على الاستضافة وأتمنى أن نقدم أشياء تفيد المستمعين. الفكرة أخ عبد الله، يمكن ما بزيد على اللي تفضلت فيه من البداية، لكن هي مثل ما أشار معالي المدير العام، فإن فكرة المركز جاءت لتعزيز ورفع مستوى منظومة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التركيز على مكافحة الأمراض المعدية والوبائية. إذا تسمح لي أخ عبد الله شوي بتكلم من ناحية هندسية عن المركز، كيف تم وكيف جاءت الفكرة من الناحية الهندسية. الظروف يمكن اللي مرينا فيها خلتنا نفكر في تنفيذ المشاريع بطريقة غير تقليدية، وذلك عشان نتمكن ننجز المشاريع بأسرع وقت ممكن. وهو لله الحمد ما تم من خلال تبني تقنية الموديولز يسمونها أو الوحدات المستقلة، بحيث أن تستخدم هذه التقنية لإنجاز المشروع بأسرع وقت مقارنة بتنفيذ المشاريع بطريقة تقليدية. بشكل مختصر إذا سمحت لي كيف التنفيذ، الفكرة بشكل مختصر هي أن يتم تصميم وتصنيع وحدات مستقلة مثل الليجو، يتم إنجازها وتنفيذها في مصنع مجهز لهذه الأعمال، بحيث يتم إنجاز أغلب الأعمال المعدنية والكهربائية والميكانيكية وكذلك أعمال العزل والفواصل الإسمنتية في المصنع، بحيث أن تكون هذه الوحدة جاهزة متكاملة. وتجهز بحوالي 80% من التجهيزات، ومن ثم يتم نقل هذه الوحدات المجهزة إلى الموقع بواسطة شاحنات ليتم تجميعها وتركيبها في الموقع لتشكل مبنى متكامل جاهز للتشغيل. المبنى اللي نحن بصدد اليوم يتكون من 47 وحدة مستقلة من هذه الوحدات. المركز مثل ما أشرت في المقدمة نفذناه ولله الحمد خلال شهرين، التصميم يمكن ما أخذ أكثر من يومين، وتم تنفيذ المبنى على مساحة 1500 متر مربع في حرم مستشفى راشد. أنا أيضا سرعة الإنجاز أخ عبد الله، لن تنسيني أن أتوجه بالشكر للأخوة في بلدية دبي، شركائنا الاستراتيجيين بلدية دبي وهيئة الكهرباء والماء وهيئة الطرق والمواصلات والأخوة في الدفاع المدني، اللي صراحة كانوا معانا يد بيد من ناحية الإجراءات والموافقات اللازمة. كنا نحصل الموافقات تقريبا في نفس اليوم، وكانوا معانا معانا أيضا في أماكن التنفيذ. نعم مهندس علي، طبعا يعني قيام أو الانتهاء من المشروع هذا في وقت قياسي مثل ما ذكرت، وأيضا في ظل ظروف يمكن كانت تكون شوية صعبة، ولكن مثل ما تفضلت استخدمت طرق وأساليب تقنية هندسية حديثة، وأيضا يعني مهندس يعني في وأخذت بالاعتبار جميع يعني معايير الاستدامة. لو تحدثنا يعني تم الأخذ بالاعتبار رغم يعني الظروف وسرعة الإنجاز في وقت قياسي،
تم أيضا التأكد بأن جميع معايير استدامة المنشآت الطبية العالمية والبروتوكولات السلامة تم الأخذ بعين الاعتبار. لو تحدثنا مهندس في هذا الجانب. نعم، ما في شك، نحن كل مرافق الهيئة عبد الله، كل المرافق في المرافق الصحية في الهيئة والمشاريع يتم تصميمها وتنفيذها بما يتوافق مع المواصفات العالمية المعتمدة ودليل الهيئة في بناء المرافق الصحية، وكذلك نراعي معايير الاستدامة في التصميم والتنفيذ، إضافة إلى نحن حريصين كل الحرص كذلك أن تكون كل مباني الهيئة صديقة للبيئة ومترافقة مع اشتراطات ومواصفات المباني الخضراء، ولا ننسى أبدا أن نراعي كذلك احتياجات الخاصة بأصحاب الهمم. يمكن أخ عبد الله احنا غفلنا عن مكونات المركز، غفلت أنا ما ذكرت لك إياها. مكونات المركز كتصميم يتكون المركز اللي نتكلم عنه نحن من 25 غرفة، جهزت هذه الغرف لتكون جاهزة لاستخدام كغرف عزل بأعلى مواصفات وأعلى المعايير، وكذلك يمكن تستخدم نفس هذه الغرف كغرف عناية مركزة، فكل غرفة ممكن استخدامها كغرف لحالات العادية أو أيضا الحالات اللي تحتاج عناية مركزة. مكونات المركز كذلك يتكون من ثلاث عيادات، منطقة الاستقبال والانتظار، غرف للمعاينة، غرف مجهزة لاستخدامات المختبر، وغرف للأطباء كذلك، ومحطات للممرضين وممرضات، غرف تبديل ملابس، مخزن ومطبخ تحضيري، إضافة إلى أماكن مخصصة أيضا لاستخدام أجهزة الأشعة السينية. المركز أخ عبد الله تم تزويده بأحدث المعدات الطبية، قمنا ولله الحمد بتوفير أكثر من 150 جهاز ومعدة طبية في هذا المبنى، فنقدر نقول أنه هو مبنى متكامل للأمراض المعدية، مكافحة الأمراض المعدية والوبائية. نعم، أيضا مهندس يعني تحدثنا بأن المركز من المراكز يعني التخصصية، وأيضا يعني مركز مثل ما تفضلت يعني تم إنجازه بشكل يعني بفترة يعني سريعة، ولكن ضمن البروتوكولات، وتفضلت أيضا بأنه مركز يعني شمولي ومجهز بجميع الخدمات اللي يحتاجها. لو تحدثنا مهندس عن يعني النظرة المستقبلية وإمكانية للتوسع في مساحة المركز مستقبلا. مثل ما أشرت أخ عبد الله، طريقة تصميم هذا وتنفيذ المبنى تساعد على أن نوسع المبنى، توسعته بكل سهولة وبزمن قياسي أيضا، وذلك من خلال أن احنا ممكن نضيف أو نركب وحدات إضافية بحسب المساحة الإضافية المطلوبة ومتطلبات المرحلة اللي راح نشهدها. أضف إلى ذلك الحلو أيضا في هذه الطريقة أخ عبد الله، في حال أن اضطرينا أو شفنا التوسعات المستقبلية تتطلب نقل هذا المركز من مكانه، فأيضا التقنية هذه تسمح لنا بنقله بالكامل أو نقل جزء منه إلى أي مكان آخر وبدون أي تعقيدات وبشكل سلس وسهل كذلك. جميل مهندس علي، طبعا يعني البنية، أهمية البنية التحتية مهمة جدا. لو تحدثنا مهندس عن البنية التحتية وتطوير البنية التحتية بشكل عام بهيئة الصحة بدبي. والله أخ عبد الله يطول الحديث بذلك، ولكن لن نزيد على ما قال سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه عندما قال أن الاقتصاد والسياسة تقودهما الصحة مرغمين. فنحن ولله الحمد ومن خلال التعامل مع جائحة كورونا ظهر جليا أن الحمد لله الهيئة أو الدولة بشكل عام لديها كفاءة في البنية التحتية للمنظومة الصحية وخاصة في إمارة دبي. نحن في الهيئة ولله الحمد لدينا خطط وأهداف واضحة لعملية تطوير البنية التحتية للنظام الصحي، منبثقة هذه الخطط من رؤية واستراتيجية حكومة دبي. يتم تنفيذ العديد من المشاريع الطبية وتزويد كافة المنشآت الصحية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية.
فنحن نشتغل وفق خطط واضحة، رؤية واضحة، وأيضا تراعي هذه الخطط، تراعي متغيرات، هي مرنة بحيث أنها تراعي المتغيرات في العالم. نعم، مهندس علي المنصوري، مدير إدارة الهندسة والمعدات الطبية بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة كل الشكر والتقدير لكم، وأيضا نبارك لكم الحقيقة هاي الإنجازات اللي دائما يعني خدمات وإنجازات تضاف إلى هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير مهندس علي. العفو، شكرا أخ عبد الله، شكرا على الاستضافة، شكرا. العفو. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأيضا نذكركم مستمعينا الأعزاء بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها. أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد يوسف سعد، والتنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.